التقاط في الطريق من دافوس إلى سانت موريتس. توقف آخر عند هالمرعى بعد 50 دقيقة نوصل للمرحلة الثانية والنهائية. في مرحلة قبلها اللي يبغى ينزل المرحلة الثانية فيها الفندق هذا بننزل ساعة، لنا عندنا ساعة ونص نتمشى نصور، وينتظرنا ساعة ونص يعني فوق ما في غير هالفندق، ما في مطعم، والتمشى هنا وترجع. إذا تبغي تركب العربة أنا من رأيي إنه توصل المرحلة الأولى بس وترجع، إن عادي المكان هذا عادي يبغي له واحد عنده سيكل يمشي فيه، يمشي فيه هالوادي هذا. نواصل وادي فيكس، فال فيكس سويسرا قريب من سان موريتس. Thank you.
هني مكان العربات الخاصة اللي يبغى عربة خاصة. العربة العامة قدام 300 متر. ناخذ اللقطات من بلدة ماريا. إذا كنتوا عائلة العربات الخاصة هني عند هوتيل بريفيتا تجون هني وتأخذونها، لأن العربة الخاصة متى ما بغيت ترجع تقول له ارجع. العربة العامة لا، لها يوقف هناك ساعة ونص وبعدين يرجع. المطاعم اللي هني مفتوحة في الردهة الرئيسية. هذا مطعم بيتزا فنان قريب ان مسكر عشان كورونا. معقول اللي نحين نواصل تصويرنا في اوتلت الفوكس تاون. شعاره رأس ثعلب. هذا جنب الأوتلت، هذا النهر الحلو من الخارج. لوغانو سويسرلاند. من ساحة لوغانو الرئيسية ناخذ هذه اللقطة. ونبدأ فيها في رحلتنا اليوم. لما تكون الشمس في عيني تكون اللقطة التقاطة ثانية من مدينة لوغانو السويسرية الساحرة على البحيرة الساحرة لوغانو. هذه الساحة الرئيسية. وخلف مبنى البلدية البحيرة. غريندلوولد سويسرا. اليوم الجمعة 10/9/2021 ودرجة الحرارة 13. غريندلوولد
هذه بلدة غريندلوولد اليوم 10/9/2021 درجة الحرارة 13. الأمطار ما توقف، تخف وتزيد تخف وتزيد. دائما يرجعنا لها الحنين هالبلدة، مهما نزورها ما نملها. بعض الأماكن صعب جدا إنك تنساهم. مسكين طح طح. بعض الأماكن لو تزورها 40 مرة ما تمل من زيارتها. من ضمنهم هاي البلدة وما يجاور هذه البلدة من أماكن سياحية. الود حاليا في قرية آيستلوود الجميلة وفي انتظار السفينة. السفينة يبقى لها 3 دقائق لين توصل. هذا فندق ستراند، خذوا غرفة مقابل الليل. هذه مجموعة من الشغاف طبعا، لكن في الغالب كلها تكون محجوزة من طبعا من اخواننا الخليجيين. الغيم مش راضي يغادر. هاي مجموعة من الصينيين بدأوا يقزون. هذا ممشى آيستلوود، واحد من المماشي الجميلة اللي في القرية. التقاطات من بحيرة برنس. نواصل من الممشى الجميل هذا اللي في قرية آيستلوود. مجموعة من الفنادق لكن كلها فول. هذا اليوم نهاية الأسبوع، السبت والأحد صعب تلقى فنادق. وهذا الممشى الجميل جدا، شو هالثنين وين يرسون. التقاطه على الطريق، شوف الغيم اللي جاي. هذا الغيم اللي جاي، هذا معبر جوترد. جوترد باس قريب من اندرموت، من زيورخ الى، وانت رايح الى ميلان ولوغانو تمر على هالمكان. التقاطه على الطريق، هذه المراعي اللي هني كلها في الشتاء ينزلونهم تحت.
يعني انت الحين الحشيش هاي كله ما كفاش تروحين السياره؟ وهذه قمة معبر جوترد، سواء أنت جاي من لوغانو ولا جاي من أندرمات، بعض الفنادق المطاعم والكشكات. يوم الجمعة تاريخ 10/9/2021، درجة الحرارة هني الحين حاليا 8. ما زلنا نلتقط هذه الالتقاطات من قمة معبر جوترد سويسرا، من المقهى البنورامي على معبر سان كوترد. هذا المقهى وهذه الإطلالة، وهذه الإطلالة الرهيبة واللي أكثر عن رهيبة القيم بصراحة. لاعب لعبته وبسوي زوم تغريبي. هذا وانت جاي من لوغانو او ميلان، او انت جاي من اندرمات رايح الى نفس المكان، تمر على هذا المقهى وتمر على بعد القمة طبعا. هذا ما زلنا في المطعم أو المقهى البانورامي على معبر سان جوترد. هذا هو المعبر، شوفونا هم طالعين منه. هذه الالتقاطة قريب من الأوتيل، ذاك الأوتيل. صبحكم الله بالخير يا ويوه الخير.
هذه بلدة برونن على بحيرة لوزيرن سويسرا، وهذه الإطلالة من قرية مورشاق. شوفوا الإطلالة الصباحية بالله عليكم، هذه الملكة تصب عليكم وتقول لكم صباح الخير. من الفنادق المميزة هني على القمة، من ضمن الفنادق هذا سويس هوليدي بارك زائد منتجع لندان، بس هذا الأفضل. وهاي مجموعة المسابح ماله، وفي مسابح خارجية. هذا في قرية مورشاق، في طبعا مجموعة فنادق، لكن أنا أرشح هذا رقم واحد ولندان رقم اثنين. سويس هوليدي بارك هاي المسابح ماله، هذا ميدان الفورمولا طبعا في قرية مورشاق. هذا ميدان الفورمولا زائد هاي المجمع مال حواض السباحة. هذا طبعا اللي دائما اوصي عليه، فندق سويس هوليدي بارك، هذا الفندق زائد فندق هذا مجمع ولنسي. في مجموعة فنادق ثانية، لكن هاي الفندقين أهم شيء. بنروح لمدرسة الخيل، هاي كلها في قرية مورشاق السويسرية، جنبها قرية ستوس. هذا نوع السيارات من فورمولا، هذا ميدان التعليم، هذا اسطبل، هذا اسطبل الخيول هني طبعا التعليم للكبار والصغار. وهذه مكينة الحليب الطازج اللي يبغى حليب طازج. وهني في مطعم بانورامي، هذا ميدان التدريب. وهني سيارات الكارت الفورمولا، هني الميدان مالهم، تقدرون تلعبون صغار كبار. مجمع الحواض مال السباحة والمطاعم تبع. وهذه قرية شوز، وهذا المطل اللي دائما اوقف فيه واخذ لي كوب شاي وانا مكمل. استراحة جميلة في هالمكان وعلى هالاطلالة هاي. هذه الاستراحة كم من مرة صورته قبل قرية ساتيل. هذا جزء من لآل الملكة، التقاطة ثانية. نواصل تصويرنا في بلدة باد ركاز السويسرية الجميلة. تحتوي على الكثير من المنحوتات والتماثيل. وأشهر ما فيها مثل ما قلنا فندق جراند اللي فيه العين الحرارية. وفيها الكثير من الملاعب الجولف. باد ركاز
أحلى أحلى صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة باد ركاز السويسرية الجميلة، هذه المدينة القريبة من الحدود النمساوية وقريبة من إمارة لخنشتاين وقريبة من أشياء ثانية. نتحرك نمشي، يميز البلدة العديد، شوفوا من هالأشكال والتماثيل والمجسمات الفنية، وتتميز أيضا بمنتجع جراند ذو ثلاث مستويات واللي فيه العيون الحارة، العيون الطبية الحارة. نواصل تصويرنا. ما زلنا في باد ركاز السويسرية الجميلة. شوفوا هالكرسي الفنان. الموجود في الحديقة. شوفوا التشكيل. وهذا فندق جراند اللي أقول لكم عنه، فيه العين الحارة. هذا مثال عن العين الحارة. هاي طبعا هي ممنوع الشرب، طبعا يمثلون لكم ان العيون الحارة موجودة داخل. كثير من كثير طبعا من هالأشكال موجودة في الحديقة. من يقرأ كتب أكثر.
الكثير طبعا من الأشكال. اللي يبغى يعرف شو معنى كل تمثال في كتاب خاص، طبعا مثل ما أقول لكم في كتاب خاص يشرح لك كل تمثال شو يعني. الشمس طلعت والغيم مو براضي يفارق. نواصل في تصويرنا.